بحيي إدارة ممشى أهل مصر للسنة الثالثة على التوالي، بيعملوا في رمضان حفل إفطار لأسر شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة. كان عندهم هذه الاحتفالية الرائعة امبارح في ممشى أهل مصر. وطبعا زي ما بقول كده بيبقى هي رسالة، أولا رسالة للجميع، يعني إنه حدش أبدا أبدا يقدر ينسى أبدا شهداء مصر الأبرار ولا أسرهم، والدولة وشعبنا العظيم دايما كله في كل وقت أسر الشهداء على، يعني زي ما نقول كده، دول اللي ضحوا ودول اللي قدموا، اللي قدمت زوجها، اللي قدم والده، اللي قدم أخوه، اللي قدم ابنه، اللي قدمت ابنها، اللي قدم يعني ابن، يعني العائلات هم اللي قدموا، دول اللي قدام حضراتكم جزء من شعبنا العظيم اللي قدم، أبطال ضحوا من أجل البلد. فممشى أهل مصر للمرة الثالثة أو السنة الثالثة على التوالي بيعملوا هذه الاحتفالية الجميلة، يعني هو تقدير ورسالة تقدير ورسالة يعني مودة ورسالة أيضا محبة واحترام، وإنه كلنا موجودين معاكم وكلنا مع بعض، وبالتالي هذا التجمع كمان بتتقابل الأسر مع بعضها، وبيكون زي ما بقول كده بيبقى يعني مناسبة التقاء أسر الأبطال كلهم مع بعض. فين؟ هنا ممشى أهل مصر، الممشى الجميل والرائع. تعالوا نتابع. للعام الثالث على التوالي نظمت إدارة ممشى أهل مصر حفل إفطار لأسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة وجهاز الشرطة المصرية وسط أجواء رمضانية مبهجة وحضور مميز لأبناء الشهداء وأسرهم. ده أقل شيء نقدر كممشى أهل مصر وإدارة التشغيل وإدارة الممشى كلها تقدر تقدمها لأبطال الجيش والشرطة وأهاليهم، وبمناسبة العاشر من رمضان كمان، فدي حاجة بسيطة جدا نقدر ان احنا نحتفل معاهم بأيام رمضان الكريمة والفطار معاهم، ويعني ده شيء نقطة في بحر من اللي هم قدموه واللي هم شافوه وعطاء بلا حدود اللي هم عملوه لينا، فاحنا لازم يعني نرد هذا الجميل بحاجة بسيطة زي دي. إفطار يواكب احتفالات انتصارات العاشر من رمضان يترك في نفوس حاضريه رسالة فحواها أن مصر لم ولن تنسى أبنائها من الشهداء مهما طال الزمن. التجمع دوت بيدينا نوع من التقارب والتأول، وبنحس إن إحنا موجودين لسه وعلى الفكر، يعني ما تنسيناش، وده هو ده بسبب إن إحنا بنحب نقعد نشارك مع بعضنا مع الأسر اللي موجودة زينا، يعني هو ده اللي بيخليها بيديها وضعها وجمالها. غير كده ما انا زي اي احتفالات، لا ما بحبش اروح الحاجات دي، انا عن نفسي في حاجات كتير قوي ما بروحهاش، بس التجمعات دي بتبقى مهمه جدا. ممشى اهل مصر، يعني انا عايزه اقول لكم احنا كنا لسه حالا بنتكلم مع بعض، حتى بنقول احنا لما بنشوف الاتصال كل رمضان، لان بالمناسبه ده بيحصل كل رمضان بجد مش مره او اتنين، احنا بنشوف الاتصال انا كميه فرحه بيننا وبين بعض، حتى الاولاد، يعني هو يوم يمكن بيحصل لنا تكريمات في أماكن تانية أخرى كتير وبيحصل فعاليات كتير، ولكن والله 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 أحسن فعالية حصلت في تاريخنا ومن ساعة الاستشهاد ومن جميع الجهات هي الفعالية بتاعت ممشى أهل مصر. هم موجودين حوالينا في كل حاجة، حتى لما بنكون يعني محتاجين حاجة، لو داخلين أي مكان مش عارفين نتصرف إزاي أو نعمل إيه، هم بيبعتولنا حد، يعني طبعا ربنا الاول، ان يحل لنا كل حاجه بالنسبه لنا، كل حاجه كل حاجه جدا. طبعا مصر دي احلى بلد في الدنيا. يقول المولى عز وجل في محكم اياته: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وتاكيدا لهذه الايه الكريمه ياتي هذا الاحتفال ليؤكد ان شهداءنا احياء بيننا
بذكرياتهم وبطولاتهم مدى الدهر. محمد أبو شنب لبرنامج على مسؤوليتي.